صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم، جراح تجميل. بالنسبة للعصائر والسوائل المفيدة لزمرة قدام بي، أنواع العصير المسموح بها كلها هي 240 جرام من 2 ل 3 مرات بالنسبة لكل الأعراق. الماء أكيد 200 ل 40 جرام من 4 ل 7 مرات. يستطيع من ينتمي إلى فئة الدم بي أن يشرب معظم أنواع عصير الفواكه والخضار، أما إذا أردتم أن تعدوا عصيرا خاصا تشربونه يوميا لتقوية جهاز المناعة والجهاز العصبي، عندكم مشكلة بجهاز المناعة والجهاز العصبي أوتوأمين ديزيز، فتذوقوا المشروب التالي صباح كل يوم قبل تناول الطعام. هو كوكتيل ملين للأغشية، تأثيره كتير كويس. اخلطوا ملعقة طعام من زيت بذور الكتان وملعقة طعام من حبيبات الليستين ذات النوعية الممتازة، و 180 إلى 240 جرام من عصير الفواكه. امزجوا هذا الخليط جيدا واشربوه. الليستين نوع من أنواع الدهون التي نجدها في المنتجات الحيوانية والنباتية، وهي قادرة على تنشيط عملية الاستقلاب وجهاز المناعة. يمكنكم أن تجدوا حبيبات الليستين في المتاجر التي تبيع المنتجات والمأكولات الصحية. يؤمن لكم هذا الكوكتيل مقدارا كبيرا من الكولين والسيرين والإيتانولامين، وهي كلها أحماض فوسفورية مفيدة جدا للفئة ب، لعل طعم الليستين الذي سيفاجئكم. فهذه الدهون تذيب بذر زيت بذر الكتان وتجعله يمتزج مع العصير لتحصلوا على كوكتيل لذيذ الطعم. أنواع العصائر المفيدة جدا هي عصير الملفوف، عصير التوت البري، عصير البابايا، عصير الأناناس. أنواع العصير غير الضارة هي عصير التفاح، عصير الكرز، الماء مع القليل من عصير الليمون الحامض، عصير المشمش، عصير الخيار، عصير الخضار المفيدة للفئة ب، عصير الكرافس، عصير البرتقال، عصير الخيار الخوخ. تجنبوا عصير البندورة، مثل ما قلنا البندورة، الباذنجان، البطاطا والبرتقال والبصل. هاي كانت العصائر. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس.